خلينا نروح لزميلنا محمد سعيد طبعا ما قبل المباراه وملعب بترو سبورت. اتفضل يا محمد. شكرا ليك كابتن محمد فاروق، ضيوفك الكرام كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، هنا من استاد بترو سبورت ومباراه المقاولون العرب والاهلي ضمن اللقاءات المؤجله في الاسبوع السادس للدوري العام. هي مباراه هامه جدا بالنسبه للجهاز الفني لتوسيع فارق النقاط واحراز نقاط هامه جدا في هذه المباراه المؤجله. ابدا بتشكيل فريق النادي الاهلي. محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين الشمال احمد فتحي ظهير ايمن، صبر رحيل ظهير ايسر، اثنين مساكين محمد نجيب ومحمد هاني، امامهم اثنين وسط ارتكاز هشام محمد وعمر السوليه، وفي الامام عبد الله السعيد جونيور جاييه وباقة الجنوب افريقي، وفي الهجوم وليد ازارو. على دكه البدلاء شريف اكرامي، اسلام محارب، حسام عاشور، باسم علي، ميدو جابر، محمد عبد المنعم وهو احد المدافعين الصاعدين من فريق الشباب مواليد 98، وايضا صلاح محسن المهاجم اللي انتقل حديثا لفريق النادي الاهلي من صفوف نادي انبي. تلك هي تشكيله فريق النادي الاهلي. بالنسبه لتشكيله فريق نادي المقاولون العرب، محمود ابو السعود حارس مرمى رقم واحد، رامي عادل رقم اربعه، محمد سمير رقم خمسه، خالد عبد الرازق سته، ومحمد فاروق سبعه. امامهم وسط ارتكاز حسن الشامي 11 واحمد علي 12، وفي وسط الهجوم ترك جبر 19، احمد علي كامل رقم 23، اوكريت ويليام رقم 28، وطاهر محمد طاهر احد اللاعبين الشباب في صفوف المقاولون العرب رقم 77. على دكه البدلاء اسلام فؤاد رقم 10، حسام باولو رقم 13، محمد ناجي جدو رقم 15، حسن شاهين حارس مرمى رقم 16، ومحمد ابراهيم سوستا رقم 17، ومحمود فتح الله 20، ومحمود حمد رقم 24. تشكيلة فريق النادي الأهلي كما أعلنتها لك كابتن محمد فاروق، اختيار باقة في التشكيلة الأساسية ليست وليدة الصدفة أو المفاجأة بالنسبة لنا، لأن خلال التدريبات الأخيرة الكابتن حسام البدري اجتمع بباقة لأكثر من مرة، وكان هناك تعليمات خاصة للاعب الجنوب أفريقي في التدريبات الأخيرة بالنسبة لفريق النادي الأهلي. ولا أخفى عليك سرا، غياب وليد سليمان وغياب علي معلول تحديدا في هذا المكان أعطى الفرصة لمشاركة باقة، وأيضا هناك نقطة لائحية خاصة بغياب علي معلول، وبالتالي هناك فرصة للجهاز الفني أن يتواجد ثلاث أجانب في هذه المباراة، وبالتالي دخل باقة في التشكيلة الأساسية في هذه المباراة. تلك هي العوامل التي ساعدت هذا اللاعب على التواجد في هذه المباراة. أما نقطة فنية، أن كابتن حسام البدري كان سعيدا جدا بمستوى اللاعب الجنوب أفريقي في المباراة الودية التي أقيمت في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي كابتن حسام بدأ بهذه التشكيلة واستعد لهذه المباراة وتغلب على الغيابات المتواجدة في صفوف الفريق، حيث بدأ بمحمد نجيب بجوار محمد هاني لتعويض غياب أيمن أشرف، علاوه على غياب سعد سمير ورامي ربيعه، ايضا غياب علي معلول في الجبهه اليسرى سمح بتواجد صبر رحيل في هذه المباراه في التشكيله الاساسيه. حسام عاشور عائد من الاصابه حيث غاب عن المباراه السابقه، وبالتالي الجهاز الفني فضل ان يبدا بهشام محمد كما حدث في المباراه السابقه بجوار عمرو السوليه، واتاحت فرصه لحسام عاشور خلال الفتره القادمه لان يتواجد، خاصه ضغط المباريات وتوالي المباريات الجهاز الفني بيكون حريص كل الحرص على الدفع باللاعبين العائدين من الإصابة. الجهاز الفني حذر اللاعبين من هذه المباراة وطلب منهم ألا يشغلوا أنفسهم بالتركيز أن الأهلي سيواجه المقاولون العرب لمدة 96 ساعة وسيخوض مباراتين أمام هذا الفريق، وبالتالي طلب منهم التركيز في هذه المباراة وعدم انشغالهم بأي مباراة أخرى، والاستعداد الفني في هذه المباراة يختلف كثير جدا عن المباراة القادمة في استاد القاهرة نظرا لفارق المساحات بين استاد بترو سبورت واستاد القاهرة الدولي. منذ لحظات نزل الكابتن سارة عبد الحفيظ والكابتن طارق سليمان إلى أرضية الملعب لكشف على ارضيه الملعب ومتابعه ارضيه الملعب، خاصه ان الاهلي لم يلعب على استاد بترو سبورت منذ فتره طويله. تلك هي الاجواء، تلك هي الصوره من داخل ملعب المباراه. منذ قليل وصل الكابتن ابراهيم نور الدين الى ملعب استاد بترو سبورت استعدادا لاداره هذه المباراه، وهي مباراه يديرها ابراهيم نور الدين منذ فتره طويله حيث كان بعيدا لفتره طويله عن اداره بعض المباريات الخاصه بفريق النادي الاهلي وايضا فريق نادي الزمالك في مباريات القمه في الدوري الممتاز. اليك الكلام كابتن محمد فاروق، في انتظار متابعه حيه ولقاءات حصريه من داخل استاد بترو سبورت لمتابعه هذه المباراه ومشاهده مباراه المقاولون العرب والاهلي ضمن اللقاءات المؤجله في الاسبوع السادس للدوري العام. اليك الكلام.